السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بعد ما عرفنا ازاي ان احنا نعمل التصميم على الشابلونة، في درس النهاردة نتعلم ازاي ان احنا نظبط التصميم اللي احنا عايزينه في المكان الصحيح على المكنة، عشان نبتدي ان احنا نطبع الخامات اللي احنا عايزينها في يعني نعمل لها نظام زاوية. وهتتعلم في الفيديو دوت ازاي ان انت تظبط التصميم اللي انت عايزه في المكان الصح، عشان كل خامة تطبعها هتحطها في الزاوية اللي احنا هنعملها وهنشرحها في الفيديو دوت. وخليك معايا لو انت عايز تعرف الطريقة، ويلا بينا. ورجعت لكم تاني، وبعد ما احنا عرفنا التصميم دوت هيتعمل ازاي وايه الحاجات المطلوبة ان احنا نعملها الاول، وننظف الشابلونة والكلام اللي احنا قلناه كله في الدروس اللي فاتت. يا ريت اللي ما شافش الفيديوهات ديت يا ريت يراجعها تاني، عشان طبعا عشان نعرف دلوقتي ازاي ان احنا نظبط التصميم اللي احنا عملناه على الشابلونة ده، ازاي ان احنا نظبطه في المكان الصح. بس قبل ما نبتدي لازم ننظف اللي هي الحاجة اللي احنا نشتغل عليها الاول. لو في اي وساخة اي تراب لازم ننظف الحاجة الاول قبل ما نظبط الخامة اللي احنا نطبعها في المكان اللي ايه اللي هنظبط الشابلونة عليها. فاحنا دلوقتي طالما احنا معانا رخامة او اي حاجة بقى على حسب المكان اللي انت عاملها، انا معايا رخامة انا بنظفها بايه؟ لازم ننظفها بمحلول اللي هو المخفف الحبر، ما اجيبش ميه وانضف المكان اللي انا هعمله. الميه ممكن تبوظ الدنيا ومش هتنشف معاك لو انت شغال على خشب او اي حاجه، الخشب ده هيشرب الميه ومش هي مش هينشف معاك خالص ومش هتعرف تشتغل على طول. فانت لو معاك رخامه زي كده، ويا ريت في فيديوهات برضو، في فيديو انا شارح فيه المكنه دي هنعملها ازاي، ويا ريت اللي عايز يعمل زيها يراجع الفيديو دوت، وانا هسيبه لكم برضو تحت في الوصف بتاع الفيديو، عشان يعني في ناس مبتدئه كده لسه ما تعرفش المكان ده بيتعمل ازاي، عشان ما يكلفش كتير يعني. يا ريت تعمل واحده زي ديت احسن لك يعني، وفي واحده برضو احسن من ديت لو انت لسه مبتدئ. بس برضو انا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو دوت في الوصف الفيديو تحت، عشان برضو ايه تراجع وتعرفه. هنيجي دلوقتي احنا عايزين ننظف المكان اللي احنا فيه. طالما احنا لو انت معاك رخامه زي اللي معايا دي بالظبط، هتجيب المخفف وهتبتدي ان انت تجيب حتة قطنة بقى ما تكونش استعملتها قبل كده خالص. نجيب حتة قطنة اهوت ونركن التصميم ده كده، نشيله خالص، وهنبتدي ان احنا نفتح المخفف بتاعنا، نحطها كده في بوز اللي هي العلبة اللي معانا اهي، يا دوب بس ايه حاجة صغيرة بس كده زي ما انتوا شايفين كده، حاجة صغيرة بس، ونقفل اهو. هنيجي اهو بعد ما بقى لنا حتة القطن دوت، هنمشي على المكان اللي احنا هنشتغل عليه وننضفه كويس. لو انتوا خدتوا بالكم اهيت دي كلها وسخة اهيت متراكمة على الرخامة ديت، فانا بشيلها عشان نشتغل صح ومفيش اي حاجة تبوظ معانا، والخامات برضو ايه تبقى سليمة معانا ومفيش اي حاجة تبوظها. بعد ما نضفت الرخامة كلها اهو بالوساخة اللي هي فيها زي ما انتوا شايفين اهو، دي كلها كانت وساخة اهيت على الرخامة اللي معايا. طبعا انا منضفها، بس برضو المخفف الحبر دوت بيطلع لك اي وساخة في المكان ايه اللي انت بتنضفه بيه. هنيجي نركن الحتة دي دلوقتي اهيت خالص، ونرجع تاني نجيب قطنة، نجيب قطنة ناشفة اهو. طبعا حتة قطنة ناشفة اهوت، وهنيجي بقى نمشي على الرخامة كلها كده. انت كده بتنشف ايه المخفف اللي احنا حطيناه اهو بالطريقه دي كده. فاحنا كل اللي علينا بعد ما ظبطناها اهوت بالمخفف وروقنا عليها وشلنا كل الوساخه، احنا عايزين بقى ننشف ايه سنه المخفف اللي هو على الرخامه دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب برضو الاستشوار معانا اهو، نفتحه وننشف الكلام ده كله. طبعا كده الرخامه بقت ايه نضيفه وفله معايا، الرخامه كده معايا 10/10 اهوت، والمكان اللي احنا هنشتغل فيه نضيف. هنبتدي دلوقتي ان احنا عايزين نظبط الشابلونه في المكان اللي احنا هنشتغل فيه. هنعمل ايه؟ خليك معايا. هنيجي دلوقتي هنجيب الشابلونه اهوت اللي احنا عملناها، التصميم اللي احنا عملناه. فاحنا هنيجي دلوقتي هنشوف اول حاجه قبل ما نبتدي الخامه اللي احنا هنعملها يعني اتجاهها فين. طالما دوت اللي احنا هنعمله ده النهارده دوت الكتيب دوت هنعمله في الاتجاه ده، يعني هو مظبوط اهو تمام، هنعمله في الاتجاه دوت ملفوف. يبقى احنا ايه هنخلي التصميم معاه بالظبط، هنخليه بالوضع ده كده واحنا ماشيين هنشتغل كده.
يبقى احنا هنثبت الشابلونة في المكان ايه اللي هو في النص ده كده بالظبط. هنبتدي ان احنا نركن ده دلوقتي اهوت، وهنيجي قبل ما نثبت الشابلونة هنا عشان نظبط التصميم اللي احنا هنشتغل عليه تحت والزاوية بتاعته، هنيجي الاول لازما نلزق الاتجاهات بتاعت ايه الشابلونة من جوه. طبعا لازما تبقى مجهز معاك لزق سمكه 5 سنتي او اكتر عشان خاطر تلزق الزاوية الاربع الاتجاهات بتوع الشابلونة دي من جوه. ليه بقى؟ واحد يجي يقول لي ليه؟ بص الزاوية اهيت، شايفين الزاوية اللي هي جوه ديت؟ الزاوية دي لازما نص اللزق فوق هنا على الخشب ونص اللزق تحت. ليه بقى؟ لو انت مش ساحب الحساس كويس، لو في حتت متفتحة في الجوانب، هتبتدي ان انت في عملية الطباعة اللي احنا هنشرحها في الدرس اللي جاي بإذن الله، هتبتدي ان انت لو حطيت الحبر وفي حتة مش محطوط فيها لزقة او ملزوقة، ان انت تكتم الحبر دوت ما ينزلش تحت، هيبوظ لك الحتة اللي انت ايه الحاجة اللي انت تشتغل عليها، والحتة الرخامة اللي انت شغال عليها دي هتلاقي الحبر كله نزل تحت. فهي دلوقتي عملية اللزق اللي هو اللي احنا بنستعمله دلوقتي ده في الشابلونة، هنبتدي نلزق اهو. هتيجي تقيس كده وتقطع، بص خلي بالك معايا حتة اللزق اهيت، هنيجي نحطها كده نوسطنا بالظبط ونلزق كده. بص هوريها لك دلوقتي برضه عشان لو مش ظاهرة في الكاميرا، واخد بالك؟ بص نص اللزق فين؟ نص اللزق اهو، ونص اللزق اهو على الخشب بالظبط، عشان انا مش عايز الحبر اللي انا بسحبه هنا ولا يجي في الحتة اللي هي الزاوية ديت ولا يجي على الخشب ده، عشان برضو ايه ما يبص معايا او يبقى فيه حبر كتير مش هعرف اشيله بعد كده. فانا هاجي اقلب الشابلون اهوت وهعمل نفس الطريقة. انا كده بس بظبط على قد المكان اللي انا ايه هنزل فيه عشان ما اقطعش بالزيادة اهو. يا ريت تكون عرفت ايه قصدي ان انا احط اللزق دوت، عشان ده مهم جدا في التقفيل بتاع الشابلون قبل ما تشتغل. نيجي هو هنقفل الزاوية التالتة. آخر زاوية هنقفلها اهو. طبعا احنا الكلام ده كله لازم نعمله قبل ما نظبط الشابلونه ديت على المكنه اللي احنا عاملينها ديت، عشان نعرف احنا هننزل ونطبع فين على الخامه بتاعتنا بالظبط، عشان مش كل ما احنا الخامات اللي هي بتبقى اللي احنا هنطبع عليها دلوقتي مش في كل واحده نقعد نظبط مكانها. انا هقول لك تظبطها ازاي دلوقتي. انا طبعا قفلت الاربع زوايا اهمت زي ما انت شايف، الاربع زوايا اهمت، وقلنا عدلة الشابلونة على حسب الاتجاه اللي انت تشتغل فيه، وهنبتدي دلوقتي ان احنا نركبها على المكنة. نيجي نرفع المفصلات اهي، نركبها. هتبتدي ان انت تقرط، يعني ما تقرطش ديت قوي الا لما تقفل ديت برضو الاول كده. هتبتدي ان انت تقرط الاتنين اهوت بس مش قوي، طبعا الشابلونة خفيفة معانا جدا، فانت يا ريت ايه ما تقرطش قوي، يا دوب حاجه بس ايه تثبيت ان هي ما تلبش معاك وتبدا ان انت تشتغل بيها على طول كده. بدانا ان احنا ثبتنا الشابلون اهو دلوقتي، هو احنا يعني الهدف بتاعنا في الدرس بتاع النهارده ازاي ان انا اثبت الخامه دي بتاعتي دي، ان انا اثبتها تحت الشابلونه بالظبط، وابتدي ان انا في كل الخامات اللي انا هطبعها، يعني في كل الخامات اللي انا هطبعها اول ما اطبع دي اركنها واجي احط ديت تحت الشابلونه، فانت مش هتعرف هتنزل في اي مكان بالظبط. فانا هقول لك دلوقتي هتظبطها ازاي. هنيجي نشيل اهوت، وهنبتدي ان احنا نجيب الخامه بتاعتنا اهو تمام اللي احنا هنعملها، وهنجيب التصميم بتاعنا، التصميم بتاعنا اللي احنا عايزين نطبعه هنا اللي هو موجود فين على الشابلونه. هنيجي نكون مجهزين مقص صغير معانا ونقص الحواف، كل الحواف بقى الايه اللي احنا سيبناها ديت واحنا بنصور الشابلونه هنشيلها خالص اهو. يا ريت محدش يقطع التصميم، يعني الثمار اللي هو جوه التصميم بالظبط، يعني محدش يجي يقطع من النص بتاع كده عشان هنعوز التصميم ده كله. هنيجي نهوت نقطع، هتيجي اهوت تقطع،
واحد يجي يقول لي دلوقتي طب انت بتقطعها ليه كده، هقول لك يا عم ايه، خليك معايا. انت دلوقتي احنا قطعنا التصميم اهوت، الحروف كلها خلصناها، هنيجي على الخامه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. انا عايز اطبع هنا وعايز اظبط التصميم، عايز اظبط مكان الشابلونه هنا بالظبط ينزل عليها. فانت تيجي تجيب التصميم اللي انت عايزه اهوت في المكان ده بالظبط اهو، الورق الشفاف، خليك معايا، الورقه الشفافه اللي انت طبعها دي اللي انت استعملتها في تصوير الشابلونه، هتيجي تمسكها كده اهوت وتحطها مظبوط كده اهو. اوعى تحطها بقى مش شقلب زي ما كنا بنصور، لا دي هتحطها بقى عدله بقى، هتيجي تحطها كده اهوت وتظبط، تظبط بقى بالويم كده يعني انت وخيالك المكان اللي انت هتطبع فيه وتوصله كده بالظبط اهو، كده يعتبر تمام. هنيجي نجيب اللزق الصغير ونحط حته صغيره كده اهو في الزاويه اللي على اليمين، وحته صغيره كده اهوت في الزاويه اللي على الشمال. بص ولا بص على كانها مطبوعه، والله حد شافها كده يعتبر ان هي مطبوعه. بص مطبوعه، بس دي مش مطبوعه، دي ورق الشفاف اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا انا ظبطتها اهوت في النص بالظبط. هنيجي دلوقتي بقى احنا عايزين نظبط الخامه ديت على كاننا على كانها ان هي مطبوعه بالظبط، يعني انت اعمل في خيالك دلوقتي على اساس ان دوت مطبوع معاك، عايز بقى تظبطها هنا ايه على الشابلونه. هتيجي ترفع الشابلونه كده اهوت وتحط دي كده، بص هتنزل عليها، احنا نزلنا عليها اهوت. لو انت لاحظت في الاسمر بتاع التصميم اللي تحت ده ظاهر في الحاجات اللي هي المفتوحه على التصميم ايه اللي على الشابلونه، هتيجي تظبط كده، هتيجي تظبط اهوت. لو في خامه معاك ما فيهاش الحته الزياده دي انت ممكن تظبط من الخامه نفسها. فانت هتبص كده ويعني هتزقها واحده واحده بقى، تمشي معاها خطوه خطوه كده لحد ما تظبط معاك. بص عشان في ناس ما بتعرفش ان هي تظبط الحاجات ديت تحت ايه، تحت الشابلونه بالظبط. فانا هاجي بس ايه هظبطها كده واحده واحده، بس فاضل لها سنه صغيره يعني. بص اهي سنه صغيره دي تفرق معايا، انا بحب الشغل اللي هو فيه دقه جامده. انا اجي اهوت ارحل دي شويه كده، انا كده يعتبر التصميم معايا. بص انا شايف التصميم اللي تحت من هنا عشان دي شفافه معايا، كل دي شفافه معايا اللي هي المفتوح دوت، فهو شافف على ايه، على الاسمر ده. فانا هاجي هو اثبت الشابلونه، انا بكون عامل حته حبل او سلكه كده في المكنه اللي انا عاملها عشان اثبت بيها الشابلونه. لو في حد معاك ممكن يمسكها لك ان انت ايه على بال ما تخلص، محدش بقى ايه يحرك الحته اللي احنا حطيناها دي، لو انت حركتها كل التظبيط اللي انت ظبطته دوت هيروح عليك. يعني ايه هيروح عليا؟ يعني انت لو انا جيت دلوقتي غصب عني رحت جاي عامل اللي هي الخامه اللي احنا هنطبع عليها دي دلوقتي كده، رحت جاي اعملها كده، يبقى المكان اللي انت هتنزل عليه غلط. هتيجي تيجي تطبع وتحط الحبر بقى عشان تشتغل، هتيجي تحط الخامه مش هتلاقي نازله في المكان الصح. كده هي نازله في المكان الصح، بس واحد دلوقتي يجي يقول لي طب انت حطيتها دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هاجي اقول لك هنعمل ايه. هنيجي دلوقتي هنكون مجهزين حتتين ورق زي دول، حتتين ورق اهوت، اي ورقه بقى اتنيها تانيه بسيطه كده وخليها بالوضع ده. بص حتتين ورقه يعني ما يكونش تخينه قوي، يعني حتتين ورقه نفس السمك اللي هو الرفيع ده كده، هتتنيها نفس التانيه دي كده عشان هنعمل الزاويه دلوقتي اللي هنشتغل عليها. هنيجي نجيب بكره اللزق الجميله بتاعتنا اهوت، وهنيجي اهوت هنلزق الحته دي كده، وهنيجي نلزق الحته دي كده. اي ورقه بقى عندك اتنيها التانيه ديت، ابص هنركن دي دلوقتي اهو، وهنيجي نعمل دي تاني اهو. لو حد جه قال لي دلوقتي طب انت ركنت ليه ما ركبتهاش على طول، هقول لك ليه. انت دلوقتي هتيجي احنا عايزين نثبت بقى الزاويتين اللي احنا عملناهم دول في المكان ايه اللي هو في المكان اللي هو في الزاويه بتاع الخامه اللي احنا هنعملها. هتيجي اهوت شايف ايديا، ايديا اهوت تيجي في النص وتنزل عليها مره واحده ما تحركهاش. هتيجي بقى الزاويتين اللي احنا عملناهم دول، هتيجي اهوت على اليمين اهو، هتلزق دي. لو انا كنت عامل دي في البدايه ورحت جاي نازل بايديا كده عشان اثبت ديت وارجع ان انا الزق ديت هعوز ايديا دي، فانت لو عوزت ايدك ديت وانت دايس على البتاع كده ورحت جاي سايب مره واحده محركه هترجع تظبط من جديد، فهمت قصدي؟ يعني انت لو انت عملت ما جهزتش الاتنين جنبك وجيت تثبت مش هتعرف تظبط، مش هتعرف تشيل ايدك لما تكون الاتنين جنبك مظبوطين ومعمولين كده بالطريقه دي. فانا هجيب التاني اهوت وهنيجي على الزاويه اللي فوق دي، واخدين بالكم اهو.
بكده انا ظبطت الزاويتين اهوت، حرك بقى زي ما انت عايز. انا حركت اهو، انا كده مش عايز حاجه تاني، بس هنأكد بس على اللي هو الزاويه اللي احنا عاملينها اهيت، هتتلزق كده من فوق اهي. عشان ايه بقى؟ هنتبع بقى ال200 خامه اللي معانا او اي كميه معانا بقى ايه زي ما احنا عايزين. كده احنا عرفنا المكان اللي احنا هننزل فيه بالزاويه اللي انت شايفها دي بالطريقه دي كده بالظبط. هنيجي دلوقتي بقى هنأكد، يعني هنراجع مع بعض ازاي ان احنا ظبطنا الزاوية، وازاي بعد ما ظبطنا الزاوية ديت هيكون بقى شغلنا نازل مظبوط. لو انا جبت الحاجة اللي انا كنت لازق عليها التصميم اهوت اهو، ورحت جاي ايه مدخلها في الزاوية دي كده، ورحت جاي شايل كده نازل اهو، هتلاقي شغلك تمام وعشرة على عشرة ونازل في المكان الصح. لو احنا مش عاملين الزاويتين دول، انسى ان الشابلونة تنزل في المكان اللي انت هتطبع فيه الصح. انا عشان ديت طالما انت بتحركها كده عشان تجيب غيرها اهوت مش ملزوق عليها التصميم اهو، مش ملزوق عليها التصميم. لو انت جبت غيرها اهوت، اول ما تطبع دي وتحط دي، انت كده عرفت فين اهو. بس اهي هتحط دي في الزاويه كده، الزاويه اللي انت عاملها هتحطها كده وتنزل وتطبع على طول. كده احنا عرفنا ايه ان انت هتظبط الخامه بتاعتك ازاي بالزاويه اللي احنا عملناها ايه بالورقتين اللي احنا طبقناهم دول ولزقناهم. وهتبتدي بقى تطبع الكمية اللي انت عايزها بأي خامة بقى اللي انت عايز تطبعها. اطبع بقى كروت أفراح، كروت سبوع، صداقات، الكلام ده كله تنزل في المكان الصح بالطريقة دي. عشان في ناس ما بتعرفش تظبط، يقول لك انا مش عارف اظبط الخامة تحت الشابلونة، يعني مش كل واحدة بقى احطها واظبط والكلام ده كله. لا، انت هتظبطها بالطريقة ديت، وبكده هتكون انت عرفت انت هتظبط الخامة تحت الشابلونة ازاي بالظبط بالزاوية الجميلة اللي احنا عملناها ديت. وانتظروني في الفيديو اللي جاي بإذن الله، هنتعلم ازاي ان احنا نطبع على اي خامة بعد ما ظبطنا الزوايا وبعد ما عملنا كل حاجة في الشابلونة. وانتظروني في الفيديو اللي جاي بإذن الله، هعلمكم ازاي تطبعوا وتضيفوا الحبر على الشابلونة، وازاي تطبعوا بقى تبدأوا ان انتوا تطبعوا الخامات اللي انتوا عايزينها. وبكده هنكون خلصنا درس النهاردة، وانتظروني في الفيديو اللي جاي بإذن الله. كان معكم طاهر رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.